السلام عليكم وصلت ديالي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله فيديو جديد غادي نبارطاجي معكم الهير ديالي، نبارطاجي معكم وصفات واحد التحليه اللي كتجي غزاله، نبارطاجي معكم ملاحات، المهم شيبات ووصفات اللي هما ساهلين وكيوجدوا دغيا دغيا، وغنبارطاجي معكم لا كوموند ديال شيئين. فكنقول لكم اللي مهتمه خليك مع الفيديو. الو، هنا الغزالات ديالي غنبدا معكم اول حاجه في هاد لا فيديو. غادي نبارطاجي معكم لا كوموند ديالي ديال شيئين. صراحه سي دي زارتيكل اللي كنت باغاهم بزاف، الحمد لله صدقوا لي كاملين زوينين. انا غنبارطاجي معكم حاجه بحاجه، وبالنسبه اللي غيسولوني على شيئين من كندوز لا كوموند، انا ديجا بارطاجيت معكم السيده، عطيتكم لي كوردوني ديالها، السيده اللي كناخد عندها اللي تيقه. راكم عارفين انا ديما كنبغي نشارك معكم الناس اللي كنتعامل معاهم والناس اللي كنكون كنثيق فيهم وديجا تعاملت معاهم وكنعرفهم، يعني ماشي اشهار ما حتى شي حاجه. انا ديما كندوز لا كوموند ديالي بحالي بحال كاع لي كليون اللي عندها، يعني راه ماشي انا الكليانة الوحيده، كنخلص فلوسي كتعطيني لا كوموند ديالي وصافي. المهم انا كنحاول ما امكن بارطاجي معكم هكا الناس اللي غادي تستافدوا منهم واللي يكونوا ثقه. وماشي اشهار، والله ماشي اشهار. انا ديما الفيديوهات ديالي كنبغي تكون فيهم شويه ديال الاستفاده، كيف ما بغات تكون، واخا تكون غير معلومه صغيره، المهم تستافدوا معايا. هنايا خديت كيف ما كتشوفوا هذوك لي كادغ بالفير فورجي دوري، غادي نعلقهم ان شاء الله ونبارطاجيهم معكم، ماشي في هذا الفيديو حيت راه مازال ما علقتهمش. والله صراحه لا كاليتي ديالهم زوينه وعجبوني. هنايا غتشوفوا عاوتاني خديت هاد لي باي في الدوري، كاينين عندي اون ارجونتي مي ما كانوش عندي الدوري وما لقيتهمش الصراحه كيتباعوا هنايا. صافي وكومونديتهم لو سيت، كيف ما كتعرفوا لا كوموند ديالك راه كديريها من شي ان فرانس، والسيده هي كتكلف تما كينايا كتجيب لكم لا كوموند ديالكم وهذا. المهم انا كنشرحت لكم كلشي المعلومات في لي فيديو، في الفيديو اللي فات لا كوموند اللي فاتت حتى هيايا كنت وريتها لكم، وكنت شاكت معكم كنت شاكت معكم كيفاش كتخدم السيده، وانتم ديك الساعات راه غادي تنخلي لكم النمره ديالها ودخلوا تواصلوا معاها وهضروا معاها وسولوها، وهي راه غتعطيكم كاع المعلومات اللي غادي تحتاجوا. السيده راه ظريفه الله يعمر ليها الدار، عندها الخاطر وكتعطي الوقت وبروفيسيونيل بزاف، وكيف ما كتشوفوها انتم اي حاجه كتجي كتجيب الميكا ديالها، كتجيب لومبالاج ديال لو سيتشين، يعني داكشي كيجي في امان الله، ما كيكونوا لا لي كاس حتى شي حاجه الحمد لله. هنايا كيف ما كتشوفوا خديت هاد لو سيت ديال لي كوفير، هادو صراحه كنت باغاهم شحال وانا باغاهم، وكنلقاهم بيان سور راكم عارفين هنا هادشي كيكون شويه لو بري ديالو كيبالغوا فيه واحد شويه، سورتو عندنا هنايا. المهم انا كنهضر على المدينه اللي انا كاينه فيها، يعني اكادير معروفه اكادير، اي سلعه كتجي ليها وهذا راكم عارفين بحكم ان المدينه ديجا هي بعيده على كازا، بعيده على لو سونتر فين كتنزل السلعه، فديما كيكون شويه الاثمنه تيكونوا شويه زايدين ديال السلعه الا جات من كازا وهذا. المهم انا تقموا عليا ارخص ملي كومونديتهم من شيئين، كيف ما كتشوفوا لو سيت راه كيجيو فيه ربعه ديال باردون، كيجيو فيه ستاد لي فورشيت، ستاد الماس، هاد الماس زويونين وكيقطعوا، يعني ماشي غير الديكور، المعلقه تبارك الله غزالين، كي معلقه سورتو المعلقه الكبيره يعني غزاله الحريره، والمعلقه الصغيره اكيد هكايا اللي غاطو ولا شي ديسير. هنايا كيف ما كتشوفوا هاد اللعيبه هادي عجبتني بزاف، هادي ديال لا بوبيل حاشاكم، اولا المهم هادي ستون بوبيل بحال نقولوا دوك لي بوبيل ديال دو طابل اللي كتقطري تحطي في لو بلان دو طرافاي ديالك ملي كتكوني خدامه، كتقشري هكا الخضره باش ما تبقايش كل مره تحني لا بوبيل كتستعملي هادي. المهم انا غادي نوريكم كيفاش كتديروا ليها من بعد في الفيديو، غير خليكم معايا. صافي هنايا خديت هاد لي بيطال ولا هاد لي تيج ولا جو سي با سميوهم كيف ما بغيتو، صراحه زويونين في الاول ملي شفتهم حكرتهم قلت شنو هاد الشيء، ولكن الصراحه والله ملي قديتهم في الفاز مع الوريضات وهذا، ومازال يعني ماشي مع شي وريضات نيت وكيف ما انا متخيلاهم، ولكن المهم عطاهم نظر زوين، غنشاركهم معكم حتى هما، يا غير خليكم مع الفيديو. زويونين بزاف تبارك الله، والثمن ديالهم جد مناسب، والدوغي ديالهم فنيون، يعني ما تعطيهمش هكا راهم غير بلاستيك تانتي، زوينين بزاف. المهم انا عجبوني، حتى تقولوا لي نتوما هاد لي زارتيكل اللي خديت كيفاش جاوكم. الا بغيتوا راه نخلي لكم لي ريفيرونس حتى همايا، الا طلبتوهم مني ما كاينش مشكل نخليهم لكم. صافي هادشي اللي كاين غزالات ديالي. خديت عاوتاني هاد لي بانسو هادو كيف ما كتشوفوا، هادو دي بانسو سبيسيال غير ديال الحجبان وديال الايلاينر ديال العينين، المهم انا كنت باغاهم ديال الحجبان كيعجبوني بزاف. شوفوا انا راه عندي مع هادشي ديال المكياج، هادشي ديال الا بغيتو بحال هكا نبقى ندير لكم دي فيديو دي توتوريال ميك اب، نبقى نعطيكم هكا دي زاستوس، نعطيكم دي كونساي، راه زعما جو مي كوني بيان في هادشي. المهم نتوما قولوا لي بغيتو تشوفوا هاد النوع ديال المحتوى. سينو هنايا كنت خديت حتى هاد لي اوس ديال لي كوسان،
هادو الصراحه صدقوا زويونين. لو تيسو عادي يعني ماشي كوتون كوتون، ولكن الكاليتي ديالهم زويونه ولي موتيف اللي فيهم عجبوني بزاف. هادو كنت خديتهم غير بور لا ديكو، يعني باش نديكوري بهم لو لي، يعني الفوق ديال لو لي ديالي. وحيت كنت خديت هاد لاوس دو كوس لاوس دو كويت باردون مع لي تاي دوغي تا هما كاينين فيها كاينين لداخل. فقلت فزت زعما كاين هذوك لي كوسان كان كيحسب لي غيكونوا غير صغيورين، ساعات تبارك الله صدقوا كبيبرين شويه عاطيين العين وجاو زوينين في الحطاره. غادي نشارك معكم كيف ما قلت لكم هادشي كامل محطوط. هذاك الشيء اللي قديتو صوبتو راه غادي نشاركو معكم الحويجات اللي مازال ما علقتهم هذا حتى الفيديوهات اخرى ان شاء الله، وغادي نبارطاجيهم معكم ونوريكم كيفاش درت لهم وفين درتهم ونعطيكم افكار على حساب الديكوراسيون هذا. المهم هادو لي تاي دوغي صراحه هما غزيولين، الخشايات ديال المخاد ديال الناس تصدقوا تبارك الله كبيبرين. يعني كنت خايفه زعما من هكا من العبارات، ولكن العبارات اللي عاطين في لو سيت هما هذوك. المهم نتوما ديما تشكيو العبارات، لان هاد راه فيهم العبارات، يعني فيهم من الصغير للكبير، فيهم مترو 80 على جوج، فيهم مترو 50، المهم فيهم ستاندار، فيهم الكبير فيهم الصغير. فانتوما ديما ملي غادي تبغيو تكومونديو هذا تصيفطوا للسيده لوليا ديما كوشيو كونفيرميو معها كاي العبارات ديال لي ماطلا ديالكم. صافي هنايا خديت هاد لو سيت هذا ديال هاد موم، هادو سي با دي بيير، لان هادو نورمالمون كانوا خرجوا طوندونس هاد لي بيير جاد ولو جاد رولر وداكشي احجار كريمه كيديروا بهم مساج بور لو فيزاج. انا هادو خديتهم غير بواحد الثمن زعما اللي مناسب بزاف لو سيت، وباش عجبوني سي لا فينيسيون ديالهم زوينه، يعني ما كيجردوا ما والو، هما اي سون غير اون بلاستيك مي دو تري تري بون كاليتي. هنايا كيف ما كتشوفوا خديت هاد لو شنو سميتو انتي سيرن، هذا انتي سيرن ديال شيغلام. سمعت بزاف وقلبت بزاف على لا مارك ديالهم ديال الماكياج ديال شيغلام، وكيشكروها بزاف وكيهضروا على لي كونسيلر ديالهم وكيهضروا على لي فون دو تان. فقلت علاش لا ما ناخذش هكا غير اونتي سير نجربو، والصراحه بيني وبينكم غزال وفن وكيعطي واحد لو فيني ناتوريل وكيكوفري. بالنسبه لهاد لي ساشي غزالات ديالي، هنا خديت واحد لو باكي هكا صغيور ديال هاد لي ساشي صغيورين، فيها 100 حبه. صراحه الثمن ديالهم جد مناسب، هادو جو بونس بالبومبو ولا ما بقيتش عاقله اي ماتير. المهم ماشي ما تخافوش منها، يعني اليمونتير كديروا فيهم هكا الا بغيتو تانفيزيو. انا كنوريكم هكا، لقيت هادي حدايا وخشيتها فيها غير باش نوريكم الشكيل. هنا كديروا هكا لي شوب ديالكم، كديروا الزعتر، كديروا اللي بغيتو. وخديتها انا حتى بالنسبه بحال هكا هي للطياب، ملي تكونوا كطيبوا بحال هكا اللحم ولا الدجاج كتبغيو ديروا فيه بسيبيسه قعقله القرنفل بزار حبوب، راكم عارفين بحاجه ملي كطيبوا كتضغمر كتتلف لكم هذيك العطريه، مازال ما تبقاوش القواعد كيخصكم تبقاو تقلبوا عليها باش ما تطيح في حتى واحد. فانا قلت علاش لا، هاد الخنيشات غادي يصلحوا لهاد القضيه، يعني لهاد الغرض، غادي تعمروهم بالاعشاب ديالكم وتدخلوهم مع داك الشيء ديالكم حتى يطيبوا ويعطلقوا البنه ديالهم. ديك الساعات كتبقى الخنيشه يعني معزوله وباينه، كتحيدوها كتجيكم ساهله، يعني ما كتبقاو لا تعذبوا لا حتى شي حاجه، وكتيفيتيو داك لو ريسك ديال يكون عندكم شي واحد وطيح فيه هكا القعقله ولا بسيبيسه يعض فيها ولا البزار، وهذا ما كتجيش صراحه كتتبرزط. هنا الغزالات ديالي غادي نبارطاجي معكم الشكل، يعني الشكل النهائي كيفاش جاوا هذوك، كيفاش جات لاوس دو كويت، كيفاش جاوا هكا المخدات اللي خديت بو لا ديكور، المخدات اللي كيجيو مع لاوس. صراحه انا عجبني لو ريزولتا ديالهم، عجبني لو تيسو، عجبني دوك داك لامبريمي اللي فيهم هكايا ديال دوك الزواقه اللي فيهم هكا، كتقدروا ملي كدوزو يديكم كتحسوا بها، يعني مشنفه خارجه توب زوين. لو ريزولتا زوين، انا بعدا كينعجبني. تتقولوا لي نتوما كيفاش جاكم اون كومونتير. فضلت هكا ناخذ اون بلون، صراحه ديما كندير هكايا لي باريور دو لوي كنديرهم فيهم هكايا الوريضات وهذا، مي الصراحه ما كاين محسن من الابيض، كيجي غزال وكيجي ملكي. هنايا كنوريكم حتى هذوك لي برونش ولا لي تيج اللي كنت خديت هكايا في الطوغي، درتهم في هذا لو فاز مع هاد الوريضات. صراحه هاد الوريضات غادي نبدلهم، ما بقاوش عاجبيني وقدام وعندي، مي واخا هكا كاينايا ملي زدت هاد لي تيج والله الا جا المنظر ديالهم غزي ولو زاد واحد الجماليه. هنايا غادي نشارك معكم حتى هذه اللي قلت لكم حشاكم ديال اون بوتيت بوبيل هكايا اللي كتقدروا تعلقوها هكا في لي بلاكار ديالكم، كتبقى قريبه لكم، كتبقاو هكا ترميو فيها على زعما هكا كديروا فيها ميكا صغيره. انا هدرت فيها غير واحد الميكا ديال اسواق السلام كانت عندي، لان ما بقاش عندي دوك لي ساك دو بوبيل لي صغيورين، فدرت غير هذه غير باش نوريكم هكا نقضي بها وباش نوريكم الشكل. هنا ريحت فيها شويه ديال كلينكس، راه نقي حشاكم، راه ما مسخ ما حتى شي حاجه، غير باش يعمرها ليا وباش تشوفوها كيفاش كاين.
هادشي صراحه عمليه. انا غير الديفو اللي عندي انا هنا في الكوزينه سيكو عندي هاد الرخامه داك النيف اللي المهم كيقولوا لي هما يا النيف هذه خارجه شويه يعني انا درتها عريضه دايره الرخامه عريضه فداكشي علاش جات غير ضربات فيها حتى النص مي نتوما ما كنظنش غادي تخرج لكم هكا غادي تجيكم يعني مقاده لان العبار ستاندر حتى غتجي فيه هي مزيانه. المهم غزالات ديالي هنايا دزت لكم الكوزينه سالينا لي زارتيكل ديالنا وداك الفقره ديال الديكور. دابا غندوزو للكوزينه نوجدو الفطور ديالنا. اول حاجه غنبدا بها هنا هو واحد التحليه هنا كيف ما كتشوفوا عندي جوج ديال البيضات عندي كاس ديال دانون طبيعي عندي خماره خنيشه ديال الكاكاو نص كاس ديال الزيت يعني ما تعمروش بزاف نص كاس ديال السنيده صافي. وهنايا قبيصه ديال الملحه كيف ما كتشوفوا راني درت البيض غادي نضيف عليه السكر غادي نطرب مزيان باش يذوب لي داك السكر ديالي وغادي نضيف عليه هنايا غنضيف الزيت ديالي انا هنا كتشوفوا السكر قهوي كندير داك السكر الاسمر جوبونس ولا لاكاسوناد كتجيني هي احسن يعني صحيه يعني ماشي سكر مكرر وما فيش بزاف ديال الاضافات داكشي اش كناخذوا احسن من السنيده وتا هو راه كيحلي وكلشي. المهم هو اقل ضرر يعني كيبقى سكر ولكن اقل ضرر صافي. هنايا زدت الكاكاو غادي نزيد الدقيق هنايا زدت جوج معلقات غنزيد الثالثه. المهم انا حاولت نعبر لكم هكا بالمعلقه باش نعطيكم العبار مي غادي نوريكم الطريقه يعني هكا كيفاش تعرفوا بان الكيك ديالكم راه زعما خدا القياس ديالو ديال الدقيق الكافي. هنايا كيف ما كتشوفوا غنزيد المعلقه الرابعه المهم نتوما يحسبوا ملي تكونوا كتفرجوا حسبوها الاولى هاد الثانيه هاد الثالثه الرابعه جو بونس هادي الخامسه انا ما بقيتش عاقله شحال هز ليا بالضبط. كنفضلها كنعبر لكم بالمعلقه ولا بالكاس لان ماشي كلشي عنده الميزان صافي. هنايا غادي نضيف الخماره ديالي وهنا كيف ما كتشوفوا راني كنرسم 8 ملي تبقاو تخلطوا هكا وهزوا الفوي ديالكم وكتبوا 8 بهذاك الخليط ديال العجينه الا بقات لكم يعني بانت لكم هكا 8 باينه عرفوا راه الكيك ديالكم راه القوام ديالو هو هذاك صافي. هنايا كيف ما كتشوفوا غادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال الخل كتعطي واحد التفشفيشه زوينه لو كيك. هنا كيف ما كتشوفوا لو مول ديالي غادي دهنت غير داك الطبقه التحتانيه باش ما تلصقش ليا او صراحه ما تحتاجوش كاع انكم دهنوه. المهم نتوما غادي تشوفوا كلشي انا غير زعما تحسبا او من الاحسن الا بغيتو هكا من بعد تحيدوا التحليه ديالكم وديروها في الطبصيل بلا ما يبقى لكم داك التحت ديال لو مول لاصق لكم فيها فكديروا ورق الزبده انا ما كانش متوفر عندي فقضيت غير بالدهن صافي. هنايا دخلت الكيك ديالي غادي يطيب على 180 راه كيطيب دغيا لان الطبقه غير رقيقه صافي. هنا غندوز نوجد الطبقه الثانيه قلت لكم واقيلا راني كنوجد واحد التحليه المهم ما ديوش عليا. هنايا راني عندي درت واحد 4 معالق كبار ديال الحليب خبره غادي نضيف ليه 3 ديال الحكاك هكا ديال الدانون اولا ياغورت اي ياغورت بغيتو نتومايا يكون طبيعي بدون سكر صافي. وغادي نطربو مزيان انا ما غادي ولا سكر لا فاني لا حتى شي حاجه تخلي بها الطبقه تجي بحال هكا كتجي زوينه وكاس لاروب ديال الحليب فقط هادشي اللي كاين في هاد الطبقه اولا كاس لاروب ديال الماء الا بغيتو مي انا كنفضل انكم ديروا الحليب لان كيعطي قوام زوين وكيعطي داك الكريمه ديالنا. هنا كيف ما كتشوفوا الكيك ديالنا راه كيتنفخ واحد شي شويه دغيا كيطيب يعني 10 دقائق 15 دقيقه ما تغفلوش عليه فران سخنوه بيان سور من قبل راه تبارك الله كلشي كيعرف كيفاش يطيب الكيك على 180 درجه انا عندي 180 درجه كندير في الفرن من الفوق ومن التحت صافي حتى شالور تورنونط حتى كيطيب ليا الكيك ديالي. هنايا خديت واحد الكويس ديال الماء درت فيه هكايا القهوه سريعه الذوبان وغادي ندير فيه الكاكاو. انا هاد الطبقه في التحليات ديالي كتكون فيهم هكا طبقه ديال الكيك ضروري كنسقيها كيعجبني الكيك يكون التحليه يعني تكون لا كريم والطبقات الاخرين يكونوا كلهم رطبين كتوصلي بعد مرات حتى الكيك كتلقايه ناشف. انا ما تيعجبنيش هذاك الكيك يكون هكا ناشف ضروري فيما كندير هكا شي تحليه كنسقي نتوما سقيو باش ما بغيتو. انا سقيت هنايا بالماء والقهوه والكاكاو تقدروا ديروا الحليب المهم اللي بغيتو نتومايا. انا كيف ما كتشوفوا راني تقبت لو كيك ديالي باش يشرب ليا المهم نتوما عينكم ميزانكم يعني انا راه مغيهز ليش داك الكاس كامل ملي تشوفوها صافي خدات قياسها وما بقاتش كتشرب ما تبقاوش تزيدوا مازال صافي. هنا كيف ما كتشوفوا الطبقه الثانيه ساهله الصراحه هاد التحليه كتجي غزاله ومنعشه وبارده وخفيفه يعني ما تشبعوش منها صافي. الطبقه الثانيه غادي ندخلها للفران وغادي نشعل عليها غير الفوق يعني واحد 180 من الفوق دغيا 10 15 دقيقه غير تشد ليا راسها ونخرجها عندك وتحرقوها ولا تخليوها ولا غير من الفوق صافي. هنايا الطبقه الثالثه
غادي نضيف هنايا، درت هنا واحد 3 كيسان ديال الماء، درت هنايا كيف ما كتشوفوا قهوه سريعه الذوبان، غادي نضيف فلون الشوكولا، وغادي نضيف هذاك الفلون ديال جابون ولا ما عرفت شنو كيقولوا ديال الشينوا، هذيك الخنيشه الصغيره. هنا غادي نضيف قياس ديال السكر، المهم السكر كيبقى على حسب الذوق، بغيتو نتوما يا التحليه ديالكم تجي حلوه ديروا السكر مزيان. انا هنا ديما كنقص السكر، كنحاول ما نكثرش السكر، وصراحه واخا ما كثرتش السكر جات زوينه وجات لذيذه. صافي الفلون ديالي غادي نديرو على نار مهيله حتى يسخن ليا ويذوبوا ليا العناصر كامله. صافي هنا كيف ما كتشوفوا الحلوه ديالنا خرجتها من الفران، هنايا الطبقه الثانيه راه شطات راسها كيف ما كتشوفوا. صافي بالنسبه للخليط ديال الفلون هي كبيته في هذا الكاس هذا باش يدفى ليا واحد شويه، يعني ما تضيفوش هو سخون باش ما يتخلطش لكم داكشي ويتخلط لكم وتخسر لكم التحليه ديالكم. خليو هكا بقاو تحركوه هكا غير حتى يدفى لكم، يعني ماشي حتى يبرد عاوتاني ويشد راسو، غير يكون دافي. صافي وهنايا خذوا هكا شي معلقه ولا شي مغرفه صغيره وبداو تكبوا شويه بشويه، اولا ملي تبغيو تكبوا ديروا هكا يا المعلقه باش ما تخليش لكم لا تراس، يعني ما تقبش لكم ديك الطبقه هناك، ما عارفين ملي كتكبوا واحد المره غادي تخلي لكم لا تراس وغتخسر لكم الشكل. حنا بغينا هاد الطبقه الاخرى تكون بحال المرايه، يعني هي اصلا سميتها حالة المرايا، كتجي بحال المرايه يعني كتجي تتبين كتجي زوينه الصراحه، ما بغيناش نخسروا لها المنظر، داكشي علاش كنكب هكا غير بشويه بشويه، وفيما كيبانوا ليا شي فقاعات كنحاول نحيدهم هكا بالمعلقه باش يجيني داك السطح كله مستوي. صافي الغزالات ديالي هنايا راني بديت بها هي الاولى ودخلتها الثلاجه وخليتها بردات على خطر خطره، يعني هي كتبغي الوقت اول حاجه تبداو بها ديروها هي الاولى، خليوها تتبرد وديك الساعه دوزو خليوها زعما كاينه تبرد في الثلاجه ودوزو كملوا الفطور ديالكم. صافي انا هنا غادي نحيدها من لومون، انا دخلتها للكونجيلاتور غتبان لكم بدات كتجمد واحد شي شويه من الجنب، ما تخليوهاش تجمد، خليوها نتوما ديروها بكري وخليوها غير في الثلاجه تبرد على خاطر خاطرها وتشد راسها، راه كتجي واعره. المهم انايا زينوا باش ما بغيتو تزينوها زينوها، ما بغيتوش تزينوها كيبقى لكم اختيار، انا راكم عارفين مع التصوير وهذا ضروري الحاجه كتزينوها، وهكا الا غتحطوها غير لضيافكم ولا غير ليكم نتوما فكيبقى زوين الحاجه هكا كتحط مزينه كتعطي منظر زوين في الطبيله. هنايا غادي ندوز نوجد معكم واحد الحريره اولا حسوه ولا سوب خفيفه ديال الشعير صحيه، راكم عارفين باش نغيروا شويه ما بقاوش كل نهار الحريره نتكيسوا على راسنا شويه وعلى مصيرناتنا واحد شويه. انا هنا غادي ندير الحريره ديال الشعير كتجي زوينه وسهله واقتصاديه. انا عندي هنايا الدقيق ديال الشعير مطحون منقي مغربل على اليد ومغربل هكا غير الدقيق عندي كيف ما كتشوفوا، راني ديجا درت في الكوكوت ديالي درت اولا الطنجره، حنا ما غنسدوش عليها، انا غير كندير هكا في كوكوت، هي كتبغي شي طنجره تكون شويه غليظه لان كتاخذ وقت في الطياب باش ما تحرق لكمش من التحت. صافي هنايا درتها في هذا الكاس هذا ودرت ليها درت الماء صافي وحركته مزيان غير باش ما مع الشعير كيتجمع، صافي حركته مزيان ضربته مزيان باش يتخلط ليا مع الماء، وغادي نضيفو على داك الخليط ديال الماء ديالي اللي ديجا درت فيه النافع وحبه حلاوه مطحونين. صافي وغادي نخليها طيب على نار مهيله. هنايا غندوز معكم بالنسبه لي فولوفون، هاد لي فولوفون انا غير شريتهم، والحشوه راني ديجا مشاركاها معكم في البريوات ديال اللي كنت شاركت معكم قبل من رمضان ديال الدجاج ولا دانت فيما يعني شاركوتري وفرماج ايمونطال، راني شاركتهم معكم ديجا، فهاد الحشوه هي النيت اللي درت نفسها ما زدت عليها حتى شي حاجه، زدت عليها غير شويه ديال كريم فريش هكايا باش ما يجيونيش لي فولوفون ديالي ناشفين. صافي هنايا غادي نعمرهم كيف ما قلت لكم، لي فولوفون راني غير شريتهم خديتهم من اسواق السلام، ديما رمضان هكا يقلبوا على الحاجه اللي تكون سهله ووصفات يكونوا سهلين، ما تبقاوش تضيعوا الوقت بزاف في الكوزينه، عجن هادي خبز هادي طيب هادي وهذا داكشي كياخذ لكم الوقت كتكرفصوا كيضر لكم ظهركم وكتعياو وما كيبقاش لكم ملي كتفطروا كتساليوا صافي ما كيبقى فيكم كاع القوه باش انكم توقفوا تصليوا صلاتكم وتصليوا التراويح ديالكم. المهم انا غير كنذكركم وصافي. هنايا كيف ما كتشوفوا في مقيله اخرى درت هنايا الفيلي ديال المغلا الميغلون كولان، صراحه كيجي زوين، انا عزيز عليا هكا الحوت في رمضان، عزيز عليا هكا الحوت ولكن ما كنقليش، انا الصراحه شحال بيني وبين القلي هكا ديال الحوت انا ضد القلي. هنايا درتو غير في مقيله درت ليه شويه ديال الزبيده صافي، ودرت ليه شويه ديال العطريه بيرسيا، درت ليه شويه ديال الثومه شويه ديال المليحه شويه ديال البزار من الفوق فقط صافي، وانا حتى كتقرب هكا يا المغرب وكنصوطيه في المقله. كيف ما كتشوفوا ديما كنديروا الطبقه يعني
ماشي الطبقه بسمحوا لي كنديروا الجهه اللي كتكون فيها القشره يعني الجلده ديال الحوت هي الاولى حتى كتبان لينا شدات راسها صافي. وانا دورته هكا يا اكسبري باش 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 يعطيني هكا واحد اللون محمر في الجهه الاخرى. يمكن لكم ديروه في لاطا وتدخلوه الفران وتهناو كاع من هاد التمره ديال القلب وش قلب وهاد الروينه. كندي انا غالبا كنديرو هكا يا في الفران هنايا غير حيت صافي كنت خاصني صافي غيأذن عليا المغرب صافي خاصني دغيا نصطيه في المقيله ونحطو في الطبق ديالي. هاد الطريقه ديال الحوت راه كتجي زوينه كيجي زوين سورتو هكا الهبره يعني الحوت الابيض كيجي خفيف وكيجي زوين وما طيبوش بزاف. الحوت راه دغيا كيطيب وما كيبغيش طيب بزاف سينو كينشف. صافي هنايا لو بلا ديالي درت فيه ديجا كنت مشحره بصيله مع شحرت غير البصله مع شويه ديال العطر يعني مليحه بزيره شويه ديال الثومه بودغ صافي. وضفت عليها الكريمه ديال الطهي يعني كريم فريش صافي ودرتها هكا في هذا البلا ديال التقديم. هذا زوين كيقبط هكا السخون يعني كيحافظ لكم على الحاجه ديالكم سخونه صافي. وضفت عليه الحوت وهادو لي فولوفون ديالي من بعد ما خرجوا من الفرن غادي ندير لهم واحد شويه ديال الفرماج من الفوق للتزيين وحتى المذاق اكيد صافي. غزالات ديالي هنايا غادي نحطهم في طبق ديال التقديم هنا صافي. راه كنبارطاجي معكم ما بقى والو غادي يقول الله كبر. التحضيرات الاخيره واللمسات الاخيره باش نوجدوا الطبيله ديالنا ونحطوها. انا اليوم ما درت زعما كاينه بزاف ديال الشهيوات وبزاف ديال هذا درت داكشي خفيف يعني داكشي اللي قياس اللي غناكلو حنايا وبلا ما نضيعو بلا حتى شي حاجه. صافي هذه هي الطبيله ديالي هنايا كتشوفوا هذاك لو سيت ديال لي كوفير لي كنت خديت ديال المواس والفراشات وهذا من شي ان صراحه زوينين بزاف منظر ديالهم غزال وبخاتيك يعني ماشي غير المنظر وصافي مي عمليين. صافي هادو بالنسبه للزلايف والطبيصلات اللي كنت شاكس معكم كنت خديتهم من اسواق السلام. لو بلا ديالي اللي فيه الشميعه كنت خديته من صاقه حتى هويا هو ودوك فين كاين التمر والشباكيه خديتهم من صاقه. وهاد الطبيصلات طوال الكحلين حتى هما خديتهم من صاقه راه كيجيبو معنات زوينين وعندهم شي حويجات اللي كيكونوا الاثمنه ديالهم مناسبه. وهادشي اللي كاين غزالات ديالي هنايا اكومبانييت لو بلا ديالي ديال الحوت بلا كريم فريش بالروز. وهذه هي الحريره ديال الشعير ديالنا راه كتجي صحيه ولذيذه ما درت فيها لا حليب لا بيوريسيم لا حتى شي حاجه وجات تبارك الله لذيذه وخفيفه على المعده يعني وصحيه. اهم حاجه هو انها صحيه يعني الشعير والنافع وحبه حلاوه ما كاين ما احسن منهم. وهذه هي الطبيله ديالنا الغزالات ديالي هانتوما الحريره شوفوا كي كتجي راه ملي كتبغيوها كتقدموها ضيفوا ليها هكا زويته بلديه. انا ما كنبقيتش كنبغي نطيب الزيت البلديه باش تحافظ على المنافع ديالها فكنخليها هكا حتى كنبغيو نشربوها وكنضيفوا ليها هكا شويه ديال الزويته بلديه. وهذا الشيء اللي كاين الغزالات ديالي. دابا غادي ندوز نوريكم الشكل النهائي ديال التحليه هانتوما كيف ما كتشوفوا التحليه ديالنا من بعد ما بردات وقبطات راسها شوفوا كيفاش كتجي ديك الطبقه الفوقانيه كتجي بحال المرايه كتبين هانتوما كتشوفوا راه الغلي كيبان فيها كتجي زوينه الشكل ديالها كيجي راقي وزوينه بزاف. واهم حاجه هو ان المذاق كيجي زوين وكيف ما كتشوفوا راه اقتصاد يعني ما فيهاش شي حاجه كثيره ولا مكلفه. الطبقه اللي زعما اللي غتكون مكلفه راه هي اللي اكثر وحده اقتصاديه يعني فيها غير دانون مسوس والحليب بودره ما فيهاش لا كريم لا حتى شي حاجه. وجا الصراحه المذاق ديالها رائع وخفيفه وكتجي بارده وعطي وكتجي منعشه منعشه راكم عارفين مع الصيام ومع رمضان وهذا كنبغيو هكا شي حاجه تكون حلوه وتكون خفيفه في نفس الوقت ما تقلش علينا. وهذا الشيء اللي كان غزالات ديالي كنتمنى الفيديو يكون على الاعجاب ديالكم كنقول لكم الى فيديو قادم.